أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى بشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال موسى لأهله إني آنست نارا خبر أو آتيكم
شهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى
الشيطان أعمالهم
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي